سهر ايوه خلاص جاهزه يلا يلا طبعا زي ما انتم شايفين كده العجل معانا الخريف الجميل درجة الحرارة 3 وجو تلج. احنا بنعمل ايه بقى؟ زي ما قريتوا كده احنا نازلين النهاردة نعمل الجزء الثاني من تحدي قضينا يوم كامل بس بخمسة جنيه المرة دي. النهاردة التحدي اصعب بكتير وبالذات ان المرة اللي فاتت انتوا قلتوا لنا طب البنزين بتاع العربية يعني بالظبط فالمرة دي بقى قررنا ننزل بالعجل مفيش عربية ومفيش بنزين عجل على طول عجل ومقفزين بقى زي ما انتوا شايفين الجو برد جدا طبعا ناخد صواريخ هوا فقفلنا على قد ما نقدر طبعا لابسه لبس مروان فشكلي عبيط بس مش مهم فيلا بقى نبدا ونشوف النهارده مين اللي هياخد حقه من التاني هنشوف تفتكري انت اللي هتكسبي بقى المره انا اللي هكسب واكتبوا لي بقى يا جماعه ان انا اللي هكسب الجو يا جماعه برد تلج الواحد بقى له كتير مركبش عجل لا واحنا بنركبش عجل في الشتاء اصلا ايوه فاحنا جايين يعني احنا صحيح يوم ما ركبنا عجل جايين نركبه في الشتاء المفروض بقى دلوقتي ان احنا هنطلع لاول الشارع انا وسهر وبعدين هنفترض كل واحد فينا هيروح في طريق عشان محدش يعرف التاني بيعمل ايه ولا هيشتري ايه تكلمت ايه تكلمت ما تكلمش من وراكي كنت بقول ان احنا هنوصل لاول الشارع الشارع الرئيسي وبعدين هنفترق احنا الاثنين كل واحد فينا يروح بقى في الحته اللي هو عايزها انا رحت لقيتك في الحته اللي انا فيها مش هيحصل طبعا كده احنا وصلنا على الشارع الرئيسي هنفترق سيو انا خليني وراكي بقى عشان امشي اعرف انت ماشيه ازاي همشي انا بقى ازاي انا عندي طريق الناحيه الثانيه انا هروح سوبر ماركت الناحيه دي هي بقى مكمله على طول هي حره طيب يا جماعه زي ما انتم شايفين ده طريق العجل ما ينفعش حد يمشي فيه المشاة يمشوا كده والعجل كده وانا متاكده ان مروان دلوقتي في الشارع الموازي يلا بقى بسرعه شويه احنا نسبق عشان نشوف هنعمل ايه طيب انا وصلت عايزه اروح بقى اركن العجله ربطت العجله زي ما انتوا شفتوا ندخل نشوف بقى نعمل ايه ويا ترى مروان انت فين وبتعمل ايه طبعا الكاميرا اكيد مبلوله على الاخر يعني الدنيا مطرت عليها بس هي ضد المايه يعني انا عايز اجري بسرعه قبل ما المطره دي تشد عليا جامد لان انا كده هتغرق خالص ادي وصلنا عند سينسبري يلا ندخل نشوف بقى نجيب ايه بالخمسة جنيه انا بقالي ربع ساعه بلف فرحه ابله زازه فيا غالبا كده انا عرفت اجي ايه ده مروان بيتصل يا جماعه ايوه عملت ايه سيبني في حالي مروان عايزه يا مروان احنا كنا نتقابل الساعة كام؟ احنا مشينا كده وخلاص هنتقابل الساعة كام؟ وشوف الساعة كام دلوقتي؟ الساعة دلوقتي 3 الا ربع هنتقابل الساعة 3 في الكوست مثلا قدامك قد ايه؟ انا ما سيبني في حالي عايزني اجي لك الساعة كام؟ يعني ربع ساعة كفاية؟ يا عم سيبني في حالي بقى خلاص الساعة 3:05 عند كوست 3:05 عند كوست اه ماشي طيب هجيب يا جماعة المشروب ده كوكي دون ده ميلك شيك يعني فاجيب ميلك شيك ده ب 75 قرش قررت اجيب البيتزا دي يا جماعه ب 69 قرش ده الفطار اللي انا مش راضي عنه خالص
تعالوا نشوف بقى ندفع كام. بصوا هو حلو يعني، هو مش وحش، هو ماله يعني، هو حلو. الواحد اتغرق شويه مطر حلوين قوي يعني. طبعا اكيد لازم اغير غير المره اللي فاتت يعني، مش هينفع ان انا اجيب نفس الحاجات. فكده كده انا جيت سوبر ماركت تاني. بصراحه انا محتار مش عارف اجيب ايه المره دي. طيب في هنا كوكيز من دي 80 بنس، هنا واحده من جوه. بعد كده نشوف حاجه نشربها بقى اكيد، ما هو افطار يعني لازم الواحد يشرب كوفي، وانا ما شربتش كوفي فهجيب كوفي بقى. معلش بقى سهر، هجيب زي ما انت جبتي المره اللي فاتت، ما قداميش اختيار تاني الصراحه. جيب لي واحده ستاربكس بقى من دي بجنيه وربع بس. كده يبقى احنا صرفنا كام؟ يلا واجيب واحده ستاربكس من دي. كده انا جبت الاثنين دول، شوف ده هيطلع حسابهم كام دلوقتي. ثانك يو. انا خرجت دفعت جنيه 44 قرش بالظبط في الفطار. طبعا المره اللي فاتت انا كنت اشطر بكتير، بس ما ينفعش نكرر طبعا نفس الحاجات اللي اشتريتها يعني. فيلا دلوقتي الساعه بقت 3 الا 5، لازم اركب العجله وانطلق عشان اقابل مروان بسرعه. نزلي حبه كمان هم دول بس كده. يبقى انا صرفت 2 جنيه 70 بنس، باقي معايا 2 جنيه 30 بنس. انا مش عارف انا هعمل بيهم ايه دول بصراحه. يعني الموضوع كده هيبقى صعب جدا بالنسبه لي. هتغدى ازاي بقى بال 2 جنيه دول؟ ده هيبقى تشالنج لوحده اساسا. انا وصلت عند كوستا. يا ترى انت قاعد مستنيني يا مروان؟ طيب واضح كده مروان لسه ما جاش، لان العجله بتاعته مش هنا ومفيش حد قاعد بره. فنستنى مروان لحد ما يجي ونشوف عمل ايه. وصل وصل وصل. اهلا اهلا. ايه التاخير ده؟ انا تلكت والله، نشفت من البرد. اتاخرت؟ اتاخرت طبعا، الساعه 3 وربع. الجو كان تلج أيوة. مطرت عليا واتبهدلت انا اصلا. مش لوحدك والله، مش لوحدك. يلا عايز اشوف جبت ايه. يلا نقعد نفطر دلوقتي. يلا. ايه مروان. طيب انا باقي معايا كام؟ لا انت قول لنا صرفت في دول كام؟ انا صرفت في دول توتال 2 جنيه و70 بنس. يا نهار ابيض. سينسبري غالي إيه؟ مفيش حاجه ارخص حاجه دي ب 80 بنس، ودي بجنيه وربع. طيب دلوقتي طلع في تقريبا غلط في الحساب، المكنه تقريبا حسبت لي. انا كنت جايب الكوفي ده وكان قدامي بجنيه 25. يا رب يكون فعلا الغلط من عندهم، عشان لو كده هيبقى لي فلوس انا، لان انا كده اتصدمت فعلا ان انا صرفت كتير. ازاي ادفع 2 جنيه و70 بنس وانا كنت عامل حسابي ان انا هدفع ارخص من كده، لان هو كان قدامي بجنيه وربع. خلاص جبت الفرق. امال انا كنت متاكد ان هي سعرها مختلف، انا كنت جاي شاريها على اساس ان هي بجنيه وربع. ايوه هي حسبتها لي بجنيه و70. دلوقتي بقى معايا 2 جنيه 75 بنس. اوكي دلوقتي انا بقى بعد ما جيت اكتشفت ان انا كمان الكوكيز دي كان سعرها 80 بنس، وانتوا شايفينها اكيد 80 بنس، البرايس تاج بتاعها 80، طلعت جنيه برضه. حسبتها لك بجنيه؟ بجنيه. ما خدتهاش معايا المره اللي فاتت. يبقى كده فيها 20 قرش المفروض من حقك يا عيني. معلش خلاص بقى، دي غلطه وانا اتحملها. انا جبت ميلك شيك اوكي ب 75 قرش. اوكي وجبت بيتزا. بيتزا ب 69 قرش. وبقى معايا 2 جنيه 3 جنيه 3 جنيه ونص 3 جنيه 55 قرش 3 جنيه 56 قرش. ايه ده؟ ايوه شوف الرسيد. ايوه ما كانش في رسيد ما كنتش هصدق. اهو جنيه 44 والله. اهو جنيه 44 اهو، صرفت جنيه 44. ايه؟ سقفه بقى سقفه. لا سقفه الصراحه، الصراحه سقفه. الجو بارد. احنا بقالنا كده 3 ساعات في الشارع. فاحنا دلوقتي هنقوم نجيب الغداء. بس انا عايز اقول لك حاجه بقى، فكره ان الغداء تبقى جاهزه، يعني اقل حاجه ممكن تشتريها هي البيتزا اللي انا اشتريتها المره اللي فاتت ب 2 جنيه. فمش لازم يبقى حاجه جاهزه. لو هتجيب حاجه لازم ناكل حاجه سخنه في الغداء. ماشي، انا بقول لك جيب حاجه واعملها في البيت وهنصور لهم برده. اوكي الفكره دي برده، يعني تجيب حاجه وبتتعمل في البيت. المهم ان انت جبت غداء وبرده من الخمسه جنيه. من الخمسة جنيه يا مروان. احنا دلوقتي وصلنا احنا الاثنين نفس السوبر ماركت، اتفقنا مش قادرين لان الجو تلج. خلاص مش قادرين نمشي بيه اكتر من كده، خلاص ايدينا اتجمدت فعلا حرفيا. احنا الاثنين هندخل نفس المكان، بس مروان هيدخل الاول يشتري وانا هقف استناه بره، وبعد كده انا هدخل اخد الترن بتاعتي وهشتري حاجه. فيلا لو سمحت نشوف مين فينا بقى اللي هيطلع من السوبر ماركت ده حاجه احسن. انت والنبي عشان هتلج. انا ثواني ثواني وهبقى عندك، هسيبك نص ساعه بس. ايه طيب اول حاجه نخش عليها قسم العيش، نشوف كده ايه ممكن. يعني انا هاخد جوله الاول، هبص اشوف ايه الاسعار وبعد كده احدد انا هشتري ايه.
فهنا مثلا في البانيني ده 25 بنس، بس الفكرة هنحط فيه ايه بقى؟ احنا كده هنشتري جبنة برضه، هنشتري حاجات، احنا عايزين نوفر على قد ما نقدر. والله ممكن هنا في صوص كريمي مشروم ده 75 بنس، بس ممكن نحط بقى ايه على مكرونة، فيبقى مكرونة بالمشروم والوايت صوص. هنا بقى ايه، في مكرونات، المكرونات يا خسارة اللي ب 20 بنس اختفت الناس خلصتها، بس هنا في اخر واحدة ب 29 بنس. انا حظي حلو، انا حظي حلو. لو صار بتفكر تجيب مكرونة هتندم لانها مش هتعرف تجيبها. طيب انا قررت ان انا دلوقتي بقى هجيب العشب المرة، عشان خاطر ايه مش هينفع ان احنا نروح سوبر ماركت تاني، لان احنا اتجمدنا فعلا حرفيا من البرد. فانا جيت هنا عند قسم المعجنات، عرفت انا هجيب ايه للعشاء. وافل هجيب معاه مربى سعرها 55 بنس. نروح بقى ايه نحاسب ونشوف هيبقى سعرهم كام. ما نشوف بقى سارة هتعمل ايه. خلصت نشفتي؟ عملت ايه؟ جبت بقى اللي مش هوريهولك. ايه ده؟ ايه كل ده؟ الكيش ده ما كانش معاك غير 2 جنيه وحاجة. يلا خشي. طيب يا جماعة بصوا بقى، أول حاجة هجيبها هي كيس مكرونة جاهز، وبيبقى فيه تقريبا بروكلي، مش هوريهولكوا دلوقتي، وسعره تقريبا 50 قرش تقريبا، بس هنشوف مع بعض دلوقتي. أهو يا جماعة سعره كام بقى؟ 49 قرش. هو جاهز بالجبنة والبروكلي، بيتحط له بس كوباية لبن. فهعمل ايه؟ هروح اشتري اصغر علبة لبن في السوبر ماركت هنا اهي. فتعالوا نجيب واحدة بقى. هجيبها طبعا كامل الدسم عشان طعمها يبقى حلو، وهجيب معاهم علبة سلطة فيها كل حاجة ب 92 قرش. احنا كمان هنجيب العشاء مع الغداء عشان خاطر خلاص مش هنعرف ننزل تاني، ونشوف بقى هدفع كام في الاتنين. هتعشى فروت سلطة تمام؟ اخر واحدة نزلة من 75 قرش ل 63 قرش، اللي هو الرمان ده، حبوب الرمان جاهزة. فهجيب رمان، هجيب واحدة كيوي، ونجيب موزاية، وهجيب تفاحة، واظن كده حلو قوي. عملتي ايه؟ عملت ايه؟ صرفت كام؟ وايه كل اللي انت جايباه ده؟ وكنت بصلي في اللي انا جايبه؟ مش قلت غدا وعشا؟ انت بقى معاك كام بقى؟ انا بقى معايا 17 بنس تقريبا. طيب بقى معايا 35 37 38 بنس. مين اللي كسب؟ خلاص انا طبعا مفيش اصلا، انا مش لاقي كلام اقوله. والله لسه المكرونه المروية يا جماعه لسه عاملة برضو. اعذرونا يا جماعه على النور عشان خاطر الدنيا ضلمت علينا. احطها في النار لجوه واجيب انا المكرونه بتاعتي احطها على النار. اوكي. المكرونه بقى اللي انا قلت لكم عليها دي هيعملها قدامكم دلوقتي. هي بتحتاج كوبايه لبن اهو، وهنحتاج كوبايه ونص ميه عشان المكرونه تستوي. كوبايه ونص ميه. هحط المكرونه بتاعتي دي، فيها بروكلي جاهز بقى وجبنه وحاجات كتير اهي. بص شكلها اهو. تعملي ايه دلوقتي؟ بستغل الوقت، هعمل العشاء، هعمل الفروت سلطه بتاعتي. انا هاكل معاكي في السلطه دي. ماشي. انا مش شايفه والله، خدها كلها. بس احنا كده واحد واحد يا سهر. احنا كده واحد واحد؟ اه. حبيبي الناس كسبوني المره اللي فاتت. لا معلش، بس مين في الاخر اللي كسب؟ اللي كسبت فري. شغل فاخر ده. شغل فاخر من الاخر. ايوه. توت ولا لسه؟ خد شوف، وتدوق بقى انت. اتفضل. لسه ما بتتريش بسرعه. انا كويس والله. هنجيب اي حاجه برضو. ايوه بقى يا مروان، يا ده على التواضع كده اهو. نازله بالصوص بتاعها جاهز. ايه كده؟ يبقى العشاء بتاعي جاهز يا جماعه اهو. طعمه حلو. كده المكرونه نقلب بقى، نحطها لك في الطبق اهو. ايه نعمل بقى العشاء بتاعنا بالمره. احلى وافل مقرمش بقى ده. ايوه بقى يا مروان، حلو قوي والله، شكله حلو قوي. ايوه كده خلصنا الوافل، نعمل بقى كده. يلا نوريهم كله بقى. كده يبقى الاكل كله اهو. ده اكل مروان اهو، ده الغدا وده العشاء، وده الغدا بتاعي سلطه ومكرونه
وده العشاء وده مروان. انت اجدع مني الصراحه. ايه رايك؟ انا عندي سلطه كمان بس هاكلك معايا. يلا اي كلمه حرشه كده. وبكده يبقى انا صرفت الرقم ده اللي هيظهر لكم دلوقتي وانا صرفت الرقم ده وبكده يبقى وصلنا لنهايه فيديو النهارده. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك، ولو مره بتشوفونا اعملوا سبسكرايب، ونشوفكم الفيديو الجاي. سلام سلام. هلا سهر. طير انت.